طيب مهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، انتوا عارفين انه تم الاتفاق بعد ما مصر الحقيقة اتكلمت كلمة شديدة الأهمية والمهنية بلسان الوزير سامح شكري وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمن اللي عقدت بشكل سريع جدا ردا على الطلب اللي قدمته مصر يمكن الأسبوع اللي قبله بخصوص سد النهضة، وعرضت خلال هذا الطلب والتقرير كل ما لديها من أن مصر ما زالت تنخرط بمنتهى حسن النية في مفاوضات سد النهضة بقى لها 5 سنين. 5 سنين، انتوا متخيلين؟ 5 سنين وأثيوبيا تراوغ، السودان تراوح موقفها أيام الحكم الإخواني، طبعا كانت منحازة لأثيوبيا انحياز تام، وتيجي تقول لا ده مصر مهمة بالنسبة لنا تروح وتيجي. الآن السودان أصبحت يعني تعي مصلحتها فقدمت هي كمان لمجلس الأمن، وطبعا أثيوبيا قدمت لمجلس الأمن هي كمان رؤيتها يعني، وتم الاتفاق على مباحثات يومية ما بين وزراء الري في الثلاث دول، ومع وجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة وجهات أخرى. النهاردة المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري بيأكد أنه ما زال هناك مفاوضات تحوي خلافات على رؤى الدول الثلاث لتعريف كلمة الجفاف وكيفية مواجهته، لأنه كلمة جفاف لابد أن هي تتعرف، علشان مصر بتقول يعني إيه جفاف؟ يعني لما يبقى يجي لنا إيه من كام يبقى اسمه جفاف، ولازم أثيوبيا ساعتها تاخد بالها أن مصر يجي لها المية الكافية. وكذلك فترات الملء والتشغيل والتخزين والحاجات اللي مصر كانت معترض عليها، وأكيد الإطار القانوني كمان اللي كانت أثيوبيا رفضها خالص أنه يبقى فيه إطار قانوني ملزم ويبقى فيه تحكيم دولي لو أنت يا أثيوبيا ما التزمتيش باللي أنت تعهدتي بيه زي ما أنت بتعملي من ساعة إمضاء إعلان المبادئ 2015 بمستوى رئاسي، يعني رؤساء الدول اللي مضوا إعلان المبادئ ده. خلال تصريحات إعلامية قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري سيتم استئناف المفاوضات، أو تم بالفعل النهاردة كان في مفاوضات الخميس والأربع، وقال نتمنى الوصول لاتفاق، وقال إن الخلافات على المستوى الفني والقانوني زي ما قلت لحضراتكم ما زالت جوهرية في المفاوضات، وقال إن مصر لم ولن تتأخر مطلقا عن مبادرات الوصول لحقوق شعبها والوصول من خلال التفاوض لحلول تحقق المصالح المشتركة للثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا، وقال إن مصر لا تتأخر عن أي مساعي لإيجاد حلول تضمن المحافظة على حصتها المائية وتحقيق التنمية أيضا في أثيوبيا. وكان وزير الخارجية أيضا في إحدى مقابلاته الإعلامية بعد جلسة مجلس الأمن قال إن مصر ما زالت تلتزم بمنتهى حسن النية، والدليل إنها لم تطلب أي عقوبات على أثيوبيا في الشكوى اللي قدمتها لمجلس الأمن. السودان امبارح كان عنده تخوفات عن سلامة جسم سد النهضة، طبعا دي قصة كبيرة وأنا كنت حكيت لكم عليها قبل كده، واللي أدت إنه مدير المشروع ضرب نفسه بالرصاص في عربيته وانتحر، وإنه الداخل الأثيوبي المضطرب اللي خلال الأيام القليلة الماضية شفنا احتجاجات عالية جدا بعد قتل أحد المغنيين الشعبيين المعارضين في إثيوبيا، والحكومة الأثيوبية بتتهم جهات خارجية بقتله، وحصل قلاقل ومظاهرات كتيرة جدا وحصل فيها أعمال شغب كبيرة وأدت لقتل مواطنين أثيوبيين بعدد مش قليل، بعتقد ما يقلش عن 100 شخص، فالدنيا مش لطيفة هناك. فطبعا ما بيقولوا لهمش إيه اللي بيحصل. السودان قالت امبارح أنه ما قدمتش أثيوبيا أي أوراق من مكاتب دولية معتمدة أو معتبرة تقول أن جسم السد سليم 100% ويحتمل هذا الملء وهذا التشغيل بالكمية اللي عايزاها أثيوبيا.